مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، شفت الماتش ازاي واسباب الخساره من وجهه نظرك؟ لا، هو من الشوط الاولاني باين، يعني احنا كنا فاكرين هيبقى يحصل تعديل الشوط الثاني، ولكن للاسف العكس. الشوط الثاني اكثر وحاشه واكثر تنظيما واكثر عشوائيه، مع ان انت توقعت تعديلات الشوط الثاني. توقعت تعديلات، لانك انت الشوط الاولاني بيراميدز كان متفوق، بيراميدز افضل، بيراميدز اخضر، بيراميدز كسبان، بيراميدز مستحوذ. فتوقعنا الشوط الثاني هيبقى فيه حاجه مختلفه، لكن للاسف اللعبة دخلت في صربعه اكتر، في عدم تنظيم في المراكز اكتر، في فقدان الثقة ان ممكن تجيب جون او تتعادل. او ليه من وجهة نظرك؟ حاجات كتير. اولا انت ماتش اللي فات بتاع فيوتشر عملت اربع خمس حاجات هي كرة القدم. اولا كان في اصرار روح عالية كبيرة، صح، في كميات جري كبيرة جدا، في تصميم، في استغلال فرص، في ضغط، في كتله واحده، كل الناس من ورا لقدام. لما كانت الكره بتتلعب الناس بتضغط قدام، نص الملعب قافل وراهم، السردباكين قافلين وراهم. عملت كل حاجه في فنون الكره، تلعب لمسه واحده ولمسه ولعبه والقدام على طول، في سرعه تحول من الدفاع للهجوم، عملت كل مميزات الكره. مظبوط. انت النهارده فقدت كل الكلام ده. يعني الغريب انك انت النهارده فقدت، اولا في بطء كبير جدا في الحركه. كرة القدم يا أيمن رقم واحد كميات جري عشان خلق مساحات. صح. أنت طول ما أنت بتلعب من الثبات، وبالذات بقى لما تخش في مستويات زيك، يعني هو بص من بداية الماتش هم الأخطر وهم اللي بيحاولوا. الكرة دي طبعا اتعملت من عبد الله كويس قوي، فخالد الدين يوسف حطها في العارضة. يعني كميات الجري كانت اقل كتير جدا من الماتش اللي فات،